التيار المدخلي هو تيار استخباراتي صنع في السعودية، وصنع من زمن نايف، صنع صناعة، وكان يروج له عند وزراء الداخلية العرب لسنوات لمواجهة التيار الوسطي الإسلامي، تيار الإخوان المسلمين، اللي يعني بأنه لا حل لمواجهة التيار السياسي هذا الوسطي اللي ما قدرناش عليه لأنه سلمي وسطي يعني، إلا بالتيار المدخلي. التيار المدخلي عنده تصرفين، عنده تصرف كي تعود الدولة اللي صنعته قوية، وعنده تصرف لما الدولة اللي تضعف. لما الدولة تقوى هدفه هو تجريم كل من يعارض الدولة، كل من يعارض ولو سلميا، ولم ضمن أسس أصول شرعية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتفسير الخاطئ لمفهوم الخروج عن الحاكم. لأن المداخل يستعملوا النصوص بطريقة مغرضة. الخروج عن الحاكم الذي لا يجيزه جمهور العلماء هو الخروج عن الحاكم بالسلاح، مش بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدليل ان 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 الفقهاء الاربعه تاع المذاهب الاربعه كلهم كانوا يامرون بالمعروف والنهي عن المنكر، واوذوا من طرف الحكم ودخلوا السجن. الشافعي، الامام مالك، ابو حنيفه، يعني كلهم، واحمد محنه امام احمد يعني. فاذا هم يديروا تلبيس عند الناس بان كل انسان يعارض نظام سياسي ولو بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بالسياسه ولو بالسن بالنسبه لهم خارج عن. فاذا هم دورهم من خلال الاستخبارات التي تستعملهم هو تعويق عمليه الاصلاح السياسي، هذا دورهم، تعويق عمليه الاصلاح السياسي والوقوف في وجه اي تيار يريد الاصلاح السياسي. لما هذه الدول التي تصنعهم تضعف يخرجوا من تحت الارض ويؤسسوا احزاب متطرفه لمواجهة التيارات الوسطية، ويمشيوا تابعين لمفهوم الدول العميقة. لما يقع انهيار لهذه الدول الظالمة يتحولوا إلى جماعات مسلحة، ينتقلوا من مجموعات تعيق المعارضة السلمية المعتدلة إلى معارضات قوية لما تضعف هذه القوى التي تسيرها، إلى جماعات مسلحة تسير بالتليكوموند. هذا هو المسار تاعهم، هي عملية استخباراتية. ولذلك كثير من قضايا الإرهاب هي عملية استخباراتية، هي جماعات مصنوعة صناعة يعني. هذا هو التيار المدخلي. بالطبع ذلك الجهد الكبير الذي قامت به السعودية في الترويج للتيار المدخلي أقنع كثير من الحكام في العالم العربي، وكثير من الحكام في العالم العالمي تبنت التيار المدخلي، تبنته في تعويق المعارضة، تبنته، عاد موجود. بالطبع في بعض الأنظمة العربية ومنها الجزائر هناك تيارات في الشأن الديني، هناك التيار الصوفي وهناك التيار المدخلي، يجتمعان في شيء واحد وهو مساندة الحاكم. التيار الصوفي والتيار المدخلي يجتمعان في شيء، ولكن هما نقيضان لبعضهما البعض. التيار المدخلي يسمي الصوفية القبوريين، ولكن كلاهما تابع لقوة واحدة، ولكن في بعض الأحيان الاختلاف في التوجهات الدينيه عند النظام السياسي الواحد تجد هذا التيار تابع لجهه داخل الحكم، وهذا التيار السياسي تابع لجهه اخرى داخل الحكم. ففي بعض الاحيان هذا الصراع اللي يقع مثلا بين الصوفيه وبين التيار المدخلي سببه خلافات وصراعات الفوق في درجه اعلى. الذي نقوله احنا للناس جميعا هذا راه ما ينفعش هذا اللعب، هذا اسم هذا الشارلاتانيزم، هذا يعني هذا ما ينفعش يدخل في كل مكان، ما ينفعش. الذي ينفع هو المجتمعات الحره، المجتمعات العاقله اللي فيها التنافس حقيقي في اطار السلم في اطار القانون، وخلاص انتهى الموضوع. هذا الذي ينفع. فلذلك يعني هذه التيارات في الحقيقه في كثير من الاحيان تتحول الى خطر. يعني هذا اللي راه اليوم يبان باللي راه يحمي في النظام السياسي سيتحول الى جماعات مسلحه خطيره جدا جدا. طبعا انا جبت جواب كامل بدون دخول في قضيه الاشخاص. يعني في بعض الاحيان الاشخاص هم في حد ذاتهم ضحايا. في بعض الاحيان حتى الاشخاص هم ضحايا في حد ذاتهم. تلقى واحد يكون في مسار ما علمي يلقى روحه في لعبه اكثر منه بكثير، هو مش فاهمها. في بعض الاحيان كي يفهمها يكون متورط، خلاص انتهى الموضوع يعني. يعني حتى الاشخاص، انا لماذا لا اريد ان اكون شديدا على الاشخاص؟ بعض الاحيان الاشخاص ضحايا. الاشخاص في حد ذاتهم ضحايا في لعب سياسيه يعني كبيره جدا يعني. هذا هو